تعرف عدوك. يمكن هذا العدو الأكبر للبشرية إبليس، وإبليس يعني أقسم وبعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني أنه هو يعني أقسم أنه لا يغوي البشر. فعارفين أنه هذا العداء الظاهر يعني بينه وبيننا وموجود وسيظل إلى قيام الساعة. حتى معركة إبليس معانا، أنت لو تجي تتأمل فيها ترى عنده فلسفة وعنده استراتيجية. إبليس ما هو ماشي عشوائي كده، ترى عنده خطط. ولما نتكلم على التخطيط الاستراتيجي أقول لهم يعني أستفيد من إبليس كيف أنه إبليس عنده استراتيجية أنه هو كيف يوقع بالبشر، ما هو الموضوع بالنسبة له عشوائي. لما أجي أدرس الفروق بين الاستراتيجيات والتكتيكات ترى عنده أساليب كثيرة جدا وما حيسيبك. فأنت بتتكلم أنه في وسوسة الشيطان، إيوة، واليعني وأنه هل لها مستويات، إيوة. أول حاجة الشيطان يعني بيركز في معركته مع البشر على إيه؟ إذا كان قرأنا مثلا من الكتب اللي أنصح بها مثلا كتاب تلبيس إبليس على سبيل المثال، لازم تعرف عدوك، هذا عدونا الأكبر، فلازم على الأقل أنه أنا أفهمه وأعرف أنه هو كيف يعني بيحاربني. فأول هدف بالنسبة لإبليس، الهدف الأكبر والهدف الأسمى بالنسبة له، طبعا هدفه أنه كلنا ندخل معاه جهنم أخزاه الله، يعني هذا الهدف الأكبر عليه لعنة الله. عشان يوصل لهذا الهدف استراتيجية الكبرى، أول حاجة رقم واحد الإلحاد، الكفر الكامل بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. عشان يحقق هذه الاستراتيجية عنده طرق كثيرة وتكتيكات كثيرة عشان يحقق هذه الاستراتيجية، وأنه يخلي الإنسان يلحد ويكفر بالله سبحانه وتعالى حاشا في علا. ولكن يأس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب. إذا ما استطاع انه يحقق هذا الهدف بينتقل للمرحلة الثانية بعد كده اللي هو الاشراك بالله سبحانه وتعالى، انه لا تلحد وتكفر بالله تماما ولكن ان تعبد مع الله الها اخر. الشرك له انواع كثيرة، والشرك الاكبر والشرك الاصغر وله مداخل كثيرة. الشيطان بيتفنن انه كيف يوقع بنو الانسان في انواع الشرك المتعددة وفي طرق كثيرة عشان تشرك بالله والعياذ بالله. ان لم يستطع انه يقودك الى الشرك فبيروح بعد كده للمرحلة الثالثة اللي هي إيش؟ الكبائر. الكبائر، والكبائر حتبدأ إنه تزيد كمان أنواع الكبائر، تلاقي الكبائر مثلا أنواع، وكل نوع من هذه الأنواع له طرق للإغواء فيها ومداخل كثيرة ومتعددة عشان يزينها لك. إن ما استطاع معاك في الكبائر يسيبك، لا والله ما حيسيبك، حيفضل وراك وحيوسوس لك وما في أنا وراك والزمن طويل. يروح بعد كده للمرحلة الثالثة اللي هي إيش؟ الإكثار من الذنوب، الصغائر مش الكبائر، الذنوب والصغائر. فتبدأ إنك أنت تقع في الذنوب والذنوب 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 والذنوب، وطبعا الذنوب أنواعها أكثر بكثير من الكبائر ومداخلها كثيرة جدا. فالله يقوينا. طب واحد مرة تمسكه يعني بالله سبحانه وتعالى كبير وإيمانه عالي جدا، إبليس يسيبه؟ لا والله ما حيسيبه، حيروح معاه لإيش بعد كده؟ الحين احنا قلنا اول شيء الالحاد، ما نفع الشرك، ما نفع الكبائر، ما نفع الصغائر، ما نفع بعد كده ايش يسوي؟ الاكثار من المباحات والاشياء المكروهه، ان هو يبدا يخليك تقع في المكروه والمكروه 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 بشكل كبير جدا. ف انواع زي ما يقول المباحات او المكروهات كثيره، والشيطان بيبدا يزينها لك بشكل كبير. طب إما استطاع عليك هو وأعوانه من الأباليس الصغار اللي معاه اللي يسلطهم عليك، إما استطاعوا يروح للمرحلة اللي بعدها اللي هي تقديم الفاضل على المفضول، ويصير عندك مشكلة في فقه الأولويات وفقه الموازنات، إنك أنت تعمل شيء خير وفي حسنات قليلة بيشغلك فيه عشان يضيع عليك حسنات كبيرة. يعني مثلاً يحين وقت الصلاة مثلا، أو مثلا صلاة القيامة الآن مثلا في رمضان، ويجيك واحد مثلا يقول والله القراءة والثقافة يعني وبناء ثقافة الإنسان هذه مسألة يؤجر عليها الإنسان، وأنه طلب للعلم جميل، بس أنت في عندك أولويات الآن عندما تقوم الصلاة مثلا، فيعني الأجر اللي فيها أعظم بكثير من الأجر اللي ممكن يجيك في مثلا القراءة. فيبدأ أنه إيش يسوي؟ يعني هدف الشيطان هنا أنه ما يخليك تجيب علامات أو حسنات عالية، يشغلك بحسنات ولكن حسنات قليلة عشان يضيع عليك الأشياء الكبيرة. إحنا في أوقات فاضلة الآن ومقبلين كمان على العشر الأواخر في رمضان، وفيها ليلة خير من ألف شهر، واحدة ليلة بعبادة 83 سنة. الشيطان حيكون عنده هم كبير أنه يشغلك في هذه الليلة ويبعدك تماما عشان ما تأخذ هذا الأجر العظيم. فننتبه لهذه المسألة. طب إما استطاع يسيبك شوية،
يقول لي أباليس الصغار اللي معاه سيبوه شوية وارجعوا له بعدين، هو الآن يعني إيمانياته عالية كده فاستنوا عليه شوية. فإذا كان إبليس ما هو سايبنا ولا هو تاركنا ورانا ورانا بكل الطرق وبكل الوسائل وعلى مستويات وعلى مراحل، تخطيط استراتيجي يعني ليفلز ومراحل وخطط بديلة وكل خطة بديلة لها آليات موصلة، فإذا كان إبليس يعني لعنه الله بيخطط بهذه الطريقة، فالأولى نحن إذا أردنا أن نصل إلى هدف كبير، إلى مثلا هدف زي الجنة والفردوس، أنه نخطط له بعناية وبتفصيل ونسعى نحوه بجد. المسألة ما هي مسألة بسيطة. أنا بقول إذا كان إبليس بيعمل كده، فالمفترض إحنا من باب أولى إنه إحنا نأخذ المسألة، إذا عندنا أهداف كبرى أهداف عظيمة إنه إحنا نخطط لها. إيش أهدافك العظيمة؟ وإيش الخطط اللي أنت وضعتها؟ هل هي خطط يعني متكاملة وخطوات كافية كفيلة بالوصول إلى هذه الرؤية اللي أنت وضعتها وهذه الأهداف اللي أنت وضعتها؟ هل أخذت الموضوع بالنسبة لك على محمل الجد؟ والله هي مجرد أماني وأحلام وطموحات وأتمنى وودي وياريت، ما في حاجة اسمها ودي وياريت وأماني وأحلام. القرار يجب أن يعقب الفعل وأنك أنت تباشر في هذا الفعل. فيعني يمكن عبد الله أشكرك على المداخلة هذه والمشاركة هذه، كانت مشاركة جميلة.